السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. عاجل، لجنة الأحياء العشوائية بجدة تعلن عن تغيير موعد إشعار السكان وفصل الخدمات والإزالة بتلك المناطق. إليكم التفاصيل. متابعين لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة في زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. قامت أمانة جدة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تغيير في موعد إشعار وفصل الخدمات والإزالة في عدة مناطق من الأحياء التي عليها إزالة، وجاء ذلك بعدما أن أتم الإعلان عن بدء تعويض أهالي تلك المناطق العشوائية بإجمالي مبلغ يصل إلى 1 مليار ريال سعودي، حيث تعمل الدولة كما في وسعها حتى تنهض بمدينة جدة إلى العالمية، كما أنها منذ عام 2014 وكانت تفكر في التخلص من كافة العشوائيات التي تضر بمصلحة السكان والدولة أيضا. وهذا يتم بالفعل حاليا، وهو ما تم الإعلان عنه من قبل أمان جدة. لجنة الأحياء العشوائية، صرحت لجنة الأحياء العشوائية بجدة عن تغيير موعد إشعار السكان وأيضا فصل الخدمات وكذلك أعمال الإزالة في حي قويزة، العدل، الفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي، وجاءت المواعيد الجديدة كما يلي في الجدول رسميا. المناطق العشوائية في جدة تضم مدينة جدة في الدولة السعودية العديد من الأحياء العشوائية، وقد تم بشكل فعلي التخلص من جزء منها فقط حتى الآن، والباقي تحت التنفيذ. ومن تلك الأحياء ما يلي: حي سول الذي يصل عدد سكانه إلى 10906 نسمة، كما أن مساحة الحي الكلي تصل إلى 206 كيلو متر مربع. حي النزهة يبلغ عدد سكانه نحو 7196 نسمة، ومساحة الحي الكلية 203 كيلو متر مربع. حي زهبان والتي يتكون مساحته من حوالي 203 كيلو متر مربع وعدد سكانه نحو 7196 نسمة. حي البروبة يصل إلى عدد سكانه إلى 48426 نسمة، بينما تبلغ المساحة الكلية له حوالي 1072 كيلو متر مربع. حي مشرفة يصل مساحته حوالي 432 كيلو متر مربع، كما يبلغ عدد سكانه نحو 9388 نسمة. حي بني مالك يصل عدد سكانه نحو 24934 نسمة، ومساحته نحو 103 كيلو متر مربع. حي الشرقية يبلغ عدد سكان الحي حوالي 19235 نسمة، ومساحته نحو 46 كيلو متر مربع. حي الحمدانية يصل عدد سكانه حوالي 56 نسمة، ومساحته الكلية تصل إلى 14 كيلو متر مربع. حي القزين يبلغ مساحته الكلية حوالي 8 كيلو متر مربع، ومجموع سكانه يصل إلى 3542 نسمة. ما هي أهداف إزالة الأحياء العشوائية في جدة؟ هناك بعض الأهداف التي تسعى الحكومة السعودية لتحقيقها، وهي كالتالي: العمل على تنظيم وترتيب الأحياء العشوائية بأسلوب حضاري متقدم، أيضا العمل على تنظيم الخدمات والمرافق المتوفرة في كافة مناطق جدة، بالإضافة إلى التخلص من جميع أنواع المخاطر التي تعيق الأحياء العشوائية وتهديده. متابعينا، أعجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.